من طنجة. لالا الزهراء اهلا وسهلا. اهلا، صباح الخير لالا دنيا. صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك. جمعة مباركة مسعودة بطويل العمر. واش كتمنى لالا بنتي؟ الله يبارك فيك، الله يخطيك، مرحبا. تحية نتي شكرا دوزي ابتسامة، وتحية لك والمستمعين الكرام اللي كيستمعوا كاملين، والنساء الحدقات اللي كيدوزوا في المطبخ. الله يخطيك، مرحبا. شنو تقدمي لنا اليوم لالا الزهراء؟ نعطيهم واحد البريوات ان شاء الله يكونوا بالقنبة ان شاء الله بالقمرون. نعم ان شاء الله. هاد البريوات هادو كيكونوا بالقمرون وهذه بالروز. بالقمرون والروز. شويه ديال الجعده ديال خزو. وشويه ديال خزو. كنديروا على بركه الله، كنديروا 4 كيلو ديال هذاك الشيء. انا نقول نختصر، ولكن اللي بغى يزيد كيزيد. اللي بغى يزيد المقادير يزيدهم. نعم. اييه، انا عامل واحد 3 ولا 4 ديال الخزيوات يكونوا مزيانين وطريين ومغسولين ومفروكين ومخصصين. اييه. وعندي واحد 4 كيلو ديال الروز. بلاتي 4 خزوات. ربع كيلو ديال الروز. ربع كيلو ديال القمرون. ربع كيلو ديال القمرون. اييه، هذا ما غنشدوهم حنا، وغنسلقوا ديك الروز وغنسلقوا ديك الجعدان وغنسلقوا هذاك القمرون. هنا غنغسلوه بلا ما نسلقوه. هذاك نطيفوه معاهم بثلاثه، وكندير لهم واحد السيله مشلده، وكندير لهم شويه ديال المعدنوس، شويه ديال القزبر، ندير لهم واحد طريه ديال الثومه. بلاتي شويه ديال القزبر. شويه ديال الثومة. اييه، وشوية ديال الربيع رانا قلتها. وشوية زيت العود. زيت العود. اييه، ونديرهم بحال المقيلة ديالنا، وغنشحروا هذا ما يكون عندنا مسلوق من الروز وديك. نعم، وخيزو والقمرون. اييه. اييه، بثلاثة بهم، ندير لهم هاد الإقامة هادي اللي عاود لك، وغنديهم ردهم في المقيلة تيتشحروا مزيان، غنزلوهم وغنعمروا البريوات ديالنا. اييه. اللي بغى يقليهم في الزيت يقليهم، اللي بغى يديرهم في الفرن يديرهم في الفرن بالصحة والراحة. واحد الشليدة إذا خفيفة إلا بغيتي. الشليده هذه كتكون بالبيض، بنانة، وبيضه مسلوقه، ولا جوج بنانة. دابا غنختصر، اللي بغى يزيد يزيد. نعم. بنانة، واحد البيضه مسلوقه، واحد التفاحه تكون كبيره مزيانه، وكنقطعوهم هادو رقاق رقاق رقاق، مغسولين ومقطرين مسوحين، وكنقطعوهم رقيقين رقيقين، وكنديروهم في الطبيسل ديالنا. وبالصحه والراحه، شكرا لكم بزاف لالا بنتي. نعم، ما كاين لا توابل لا حتى حاجه، غير هكا مع البيض. لا كيكونوا اللي بغى يطيب خالي، اللي بغى يطيب الحامض. اييه، نعم ان شاء الله. صافي يا بنتي، هذيك الانسيده، اسمح لي، شكرا بزاف. تبارك الله عليك، شكرا لك لالا الزهره، وتحيه للناس ديال طنجه. غادي